نظم تجار أغنام في مسلخ الظهر إضرابا عن البيع اليوم احتجاجا على زيادة في قيم الإيجارات والرسوم المفروضة عليهم، مشيرين إلى أنها ارتفعت بنحو 3 أضعاف ما كانت عليه. رياض العبادي حضر الإضراب وعاد بالتفاصيل. انت شو تسميه؟ انت شو تسميه؟ انا لاني انت شو تسميه؟ انا عندي عقد تجدد تلقائيا. ما يتجدد هذا قديم قديم. شركه ملكيه المسارح انتهى. تعال. هكذا بدت المواجهه بين تجار الاغنام ومحامي الشركه بعد اضراب نظم في مسلخ الاحمدي، والسبب تغيير القيمه الايجاريه ورفعها لاسعار مضاعفه. راح يغير العقود مالتنا من 150 دينار اجاري ل 1000 دينار. يعني انا معلش انا كمواطن ابيع حق المواطنين، انا بكره كم ابيع الخروف حق الناس؟ ابيع ب 200 او 300 دينار عشان اسدد ايجار الشركه. المفروض الدوله اصلا تعطيها المواطنين مباشره، اذا هالشكل التجار اجحاف فيها المفروض تعطيها الدوله على طول للمواطنين. يا اخي خلينا نحط عقودنا مع املاك الدوله، ليش يصير مع تاجر ياكلنا؟ جينا الصبح ولا مسكر الحنفيات، شال الحنفيات، وين حقوق يعني حقوق الانسان اعدمها، حقوق الحيوان وين؟ لو نرفع عليه بالامم المتحده والله يسببون له سبب، حرام. الحين الحلال بدون ماي صار له 5 ساعات، شوفوا الجواخير مشلعه كانها حرامي شايل الحنفيات. الشركة المستأجرة أكدت أنها لا تتخطى القانون، وأن تغيير القيمة الإيجارية اضطرار بعد عقد الدولة الجديد معها. هل شفتوهم هذولا اللي قاعد يطيح ويسوي نفسه مريض ويسوي نفسه بيموت ويسوي نفسه كذا؟ هذا مأجر على بنغالي وكلهم مضمنين بنغاليين وقاعد في البيت هناك. فإحنا ما سوينا شيء غلط، إحنا وضعنا أسعار تتناسب مع أسعار السوق ومع أسعار المسالخ الأخرى. الناس لما جو هني كانوا يبون على القيمة الإيجارية القديمة 150 وسعر الذبايح مشلعة. هو مساعش يقول في لما كنت موجود اتوقع وان شفتني وكذا، كان يقول هذا جشع. طيب مو جشع انت اجارك بسيط وسعر الذبيحة مشلع؟ يا اخي اتق الله. هذا من ناحية، من ناحية ثانية هو لو كان مؤمن ان له حق راح للمحكمة واشتكى. بين هذا وذاك تبقى اسعار الماشية والاغنام هي سؤال، في وقت باتت الاسر تستعد لتستقبل شهر رمضان المبارك. لتلفزيون المجلس، رياض العبادي.